مفيش تحدي يقدر يعني يأثر في مصر ومستقبلها إلا مصر ما تقدر بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تجابه وتتعامل معه، إلا حاجة واحدة وهتلاقوني بكررها كتير، حاجة واحدة، إن أنتم يا مصريين تاكلوا بلدكم، أنتوا اللي تقوموا بالدور اللي هم يعني إذا كنتوا بتقولوا كلام مهم زي كده وفي تحدي وفي مخاطر. التحدي والمخاطر موجودة مع في كل عصر وفي كل وقت، لأن هو ده حكاية البشر. فإذا كنا احنا كمصريين، أنا بقول كلمة عامة كده ونخش على سؤال، الكلمة العامة هي وحدة المصريين وثباتهم، بس وحدة المصريين وثباتهم بس، أي حاجة تانية ليها حل. طيب عايزة أتوقف مع حضرتك أستاذ حلمي مع هذه الجزئية وإشادة الرئيس بوعي ووحدة وثبات المصريين، شايف أهمية الإشادة دي إيه ولأي مدى هي مهمة فعلا يعني للحفاظ على الأمن القومي المصري؟ يعني الحقيقة من هذه المرة تصريحات السيد الرئيس في هذه الندوة التثقيفية، المرة دي كانت التصريحات بتتميز بالوضوح الشديد والمطلق، وتقريبا نقدر نقول هي كانت بمثابة وضع للنقاط على الحروف. يعني في لو خدناها بالكامل جزئية جزئية هنلاقي انه في كلام واضح ودقيق جدا ومحدد، والرسائل واضحة وكاشفة وصارمة ايضا. في الجزئية اللي حضرتك توقفت عندها اللي هو وحدة المصريين وثباتهم، والتعبير الاقوى انكم يا مصريين تاكلوا بلدكم، لأنه الحقيقة البلدان في الفترات الأخيرة بتتآكل من داخلها أو بتتاكل من داخلها، ويعني بمنتهى البساطة أن يطلع تيار معين نعمل مشكلة تبقى فتنة تتحول إلى احتراب أهلي ثم تبقى حرب أهلية فعلية، وينتهي الحال زي ما شايفين في البلاد المحيطة بنا دون تسمية، يعني انقسامات شديدة جدا وتهدد بالوصول إلى مرحلة اللا عودة، حتى شفنا اللي حصل في سوريا من خمس أيام. وده يعني هنرجع له بعد شوية، لكن في كل الأحوال ويمكن اللي هيبص على تاريخ مصر لما قال سيادة الرئيس إنه في كتير مشاكل، يعني ما حدش يتصور إن تاريخ مصر يعني كان في يوم من الأيام خالي من المشاكل، لا كان باستمرار عندنا مشاكل ومشاكل كتيرة لكن كان بيتم مواجهتها.